الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، هذا الدرس صار أسبوعيا ثابت يوم سبت. إن شاء الله بعد رمضان نعمل له ترتيب يبقى ملائم لأوقات الناس إن شاء الله. درس التفسير من أهم دروس الإسلام، لأن القرآن هو أهم شيء في الإسلام. الإنسان إذا تمعن في القرآن اللي هو كلام الله عز وجل، وفهم عن الله مراده، وكان يقرأ القرآن على تدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فهنا يحصل النفع، هنا يكون المؤمن مؤمنا حقا، إنه الإنسان يتدارس كلام الله عز وجل. والحديث تعرفوه، إنه من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ليس فقط مجرد التلاوي، وإنما المدارسة، إنه التمعن في الآيات والتدبر في المعاني، ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة. في الحديث في ملائكة تجتمع على المؤمنين في حلق العلم ودروس العلم، حتى إنهم يصلون إلى السماء من كثرتهم، يجتمعوا فوق بعضهم. والملائكة مخلوقات من مخلوقات الله العظيمة وفيها بركة، فأنت جالس هنا تحتك في الملائكة، والاحتكاك بالصالحين منفعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني أجى رجل لحاجي قاعد في هالدرس، مجرد حاجز نعم مش جاي على الدرس، ولكن الله عز وجل شمله بالرحمة لمجرد أنه جالس مع القوم الصالحين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جالس جبريل في رمضان يعني يكون أجود من الريح المرسلة عندما يجالس جبريل. فمجالستنا للملائكة منفع لنا ولقلوبنا ولإيماننا. وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، والأعظم من ذلك ذكرهم الله في من عنده. يعني انت ممكن حد يذكرك عند مسؤول او عند رجل غني، ومشان انت تكون بحاجه الى منفعته، فما بالك ان الله عز وجل يذكرك في الملأ الاعلى، فلان ابن فلان يجلس يستمع للدرس الفلاني، يتباهى بك عند الملائكه. اسال الله عز وجل ان يشملنا بهذا الفضل العظيم. وصلنا عند في سوره البلد: لا اقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. قلنا إنه هذه السورة تتحدث عن مكابدة الإنسان للبلايا، من الناس من يكابد من أجل الدين، ومن الناس من يكابد في الدنيا بشكل عام. يعني هناك ابتلاء في الدنيا، لهذا الله عز وجل ذكر العمومات: البلد والوالد وما ولد والإنسان كله في كبد. هذه عمومات، أي كل البشر سيصابون في البلاء، الكل سيبتلى، ما في إنسان معافى من الابتلاء. ولكن في من الناس اللي لهم مزية خاصة، الذي سيبتلى في دينه، كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعادونه لأنه يصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى التوحيد. وأنت حل، زي ما قلنا، أنت حل بهذا البلد، يعني مستحلون دمك في هذا البلد، أحد معاني هذه الآيات. فالبلايا كثيرة، أعظمها البلاية في الدين، الابتلاء في الدين. ولهذا لن يصبر على البلاء إلا من كان عنده الإيمان بالله والإيمان بيوم القيامة. اللي مؤمن بالله ومؤمن بيوم القيامة لن يصيبه حزن على بلاء. يعني الإنسان يتعب ويحزن، ولكن لن يتضجر من البلاء، لن يعترض على قضاء الله. بتلاقي الإنسان يبتلى في الدنيا يصبر ويحتسب، وهذا من علامات الإيمان. ولهذا الله عز وجل بعد ما ذكر أن الإنسان مخلوق في كبد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، مخلوق في كبد، ذكر الصنف الآخر الذي لن يتحمل هذا الكبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. هذا الصنف المنكر ليوم القيامة، المنكر ليوم البعث. الله عز وجل إذا ذكر في القرآن غالبا أيحسب، أحسب، يحسب أن ماله أخلده، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالمعنى من معنى الحسبان الحسابات الخاطئة غالبا. وانت ما بتسمع كلمة أحسب أيحسب، اعرف أن الله عز وجل يقول لك أن الحسابات هذه حسابات خاطئة. ولهذا قال: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. هذا الإنسان يظن ويحسب أن الله عز وجل لن يقدر عليه، لن يقدر عليه أحد، يقول: أهلكت مالا لبدا. كل منكر للبعث
كل منكر ليوم القيامة هو منكر لصفتين من صفات الله عز وجل: القدرة والعلم. في الآية الأولى يقول: أيحسب الإنسان ألا يقدر عليه أحد؟ يعني هو يظن أنه ربنا عز وجل ما عنده القدرة على جمع الناس يوم القيامة بعد أن يصبحوا رميما وترابا. قال: من يحيي العظام وهي رميم. يعني الإنسان يعترض، كيف لله عز وجل أن يحيي هذه العظام بعد ما صارت تراب ورميم؟ كيف سيعيدها؟ الله عز وجل اللي كان قادر على خلق الإنسان من العدم، قادر على أنه أن يجمع الإنسان بعد أن صار موجودا ولو كان رميما. فأنو أعظم، إعادة الشيء المصنع ولا تصنيع شيء جديد؟ الأصعب تصنيع شيء جديد، والأسهل أنك تعيد إشي أنت صنعته وترد تعيده وترممه. الخريطة عندك والمحسبات عندك، يعني أنا أحسن أجي أخترع سيارة جديدة بمحركات جديدة بأمور جديدة، ولا أروح أطلع على طريقة صنع السيارات في عندي مثال سابق إلها وأعيد ترتيبها وأصلحها؟ الأصعب هو الابتكار الأول. ولهذا الله عز وجل قال: كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني الله عز وجل الأمرين عنده سواء، إعادة الخلق وابتداء الخلق. الله عز وجل هو الخلاق العليم. فأيحسب أن لم يقدر عليه أحد؟ هل يظن أنه الله عز وجل ليس عنده القدرة على جمع العظام وجمع الرميم؟ والأمر الآخر أنه ينكر علم الله. أيحسب أن لم يره أحد؟ السؤال الثاني بعد قليل. أول شيء أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، ثم قال أيحسب أن لم يره أحد. يظن أن الله عز وجل لا يعلم حاله، لا يعلم تفاصيله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل يعلم مخلوقاته، ولله المثل الأعلى. رجل عنده اختراعات، هذا المخترع بيعرف تفاصيل الاختراع اللي عنده، تفاصيل التفاصيل، هو أعلم بهذه التفاصيل من غيره. والله عز وجل يعلم تفاصيل الإنسان ويعلم دقائق الإنسان ما لا يعلمه الإنسان عن نفسه. فهذا الإنسان يظن أن الله عز وجل لن يقدر عليه فينكر البعث، ولهذا يحاول أن يستغني بالأسباب المادية عن الله، فيقول: يقول أهلكت مالا لبدا. إنسان وأنت بتغى وأنت بظلم، لما يشعر أنه مستغني بالأسباب المادية، رجل عنده مال يقول لك أنا بستغني بالمال، رجل عنده منصب إداري وعنده حاشية وعنده جند وعنده أسلحة، يظن أنه ماله مستغني بهذه الأمور المادية وهذه القوى المادية، فيظن أن الله عز وجل لن يقدر عليه بما أنه معه هذه القدرة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أنا معي مصاري كثير، أهلكت هذا المال من أجل أن أحصن نفسي. فالإنسان وأنت بطغى لما يستغني عن الله بالأسباب المادية. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إنسان وأنت بطغى لما يرى نفسه استغنى، استغني بالمال فيطغى، يتجبر على الناس ويظلم وبيقتل وبصير يودي مصاري يطخ على فلان ومصاري يقتل فلان، يظن أنه صار معه القدرة على أنه يتحكم بأرواح البشر وأنه ما حد بيقدر يوصله. أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ طبعا الله عز وجل لما يسأل هذا السؤال، هذا بسموه سؤال توبيخ، سؤال التخويف. الله عز وجل ما بيسأل من أجل أنه يتعلم، الله عز وجل هو العلام الغيوب، ولكن يسأل هل يظن هذا الإنسان أنه لن يقدر عليه أحد؟ بل الله عز وجل يقدر عليه. يقول أهلكت مالا لبدا. ما معنى أهلكت مالا لبدا؟ إحدى معانيها أنفقت مالا كثيرا كي أحصن نفسي، بما أنه يظن أنه ما حدا رح يقدر عليه فهو حصن نفسه بمصاري، زي ما هالدول بتعمل، تدفع مصاري عشان الجند مشان تكسب ولائهم، تدفع مصاري عشان تجيب هالعدد والعد والعتاد والصواريخ والنووي عشان تكون مستواها أمام القوانين الدولية وأمام الدول الأخرى إنها ذات هيبة، وبتنفق مصاري على القبة الحديدية وغيرها، بتنفق مع إنهم متعلقين بالدنيا، حريصين على الدنيا، حريصين على المال، عباد المال والدينار والدرهم، ينفقون من الدينار والدرهم من أجل أن يحفظوا رؤوس أموالهم. زي مثلا الرجل بيبقى عنده شركات، وهذا الرجل بيلاقي في ناس بتحدوا فيه فبيعطوه بيرفعوا عليه دعاوى وكذا، شو بيعمل؟ ينفق الأموال الكثيرة، مع أنه بحب المال، ولكن ينفق الأموال الكثيرة على المحامين والمحاكم حفاظا على منصبه. وهذا الإنسان هكذا يقول أهلكت مالا لبدا، تحصينا لنفسه.
فكأنه يقول: أنا الذي أهلك الأموال، ولكن لن يستطيع أحد أن يهلكني، أنا اللي قادر فقط أن أهلك أموالي، ما حد بيقدر يهلكني. ولكن هناك معنى آخر، هناك ثلاث معاني لهذه الآية. قلنا أول شيء أهلكت المال لأحصن نفسي، ثاني شيء أني أهلكت مالا كثيرا للصد عن هذا الدين. شو كان سبب عداوة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لأن الإسلام يدعو إلى الأخلاق؟ وهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذاب مثلا؟ ما في أسباب مقنعة خلتهم يحاربوا الإسلام إلا شيء واحد، إنه هذا الإسلام راح يقصقص رؤوس المتجبرين. ما معنى ذلك؟ الناس اللي مالكين سيادة قريش والمتحكمين في زمان قريش والمتحكمين في تجارة قريش، واللي هم يظنون يدعون أنهم يعبدون العجل، ولكن الحقيقة أنهم يعبدون الأصنام والأوثان في مكة، والحقيقة أنه مش عشان الحجر ولا عشان هذه الأصنام والأوثان، وإنما من أجل الحفاظ على أنه هذه الأصنام إذا ظلت معظمة في قلوب الناس، الناس بظلها تيجي على التجارة ومواسم الحج، وبنحيي قريش في المال والتجارة، الناس تيجي على الحج بنكسبهم نصير نبيع ونساوي، فينتعش تنتعش قريش بالتجارة. فهذه أحد أسباب إنه الله عز وجل بعث الإسلام من أجل الناس كلهم يكونوا تحت راية إسلام، تحت شريعة الله عز وجل، ولكن هم بدهم يظلوا هم المتحكمين في هذه الأمور. ولهذا لما سأل أظن ابن أخو أبو جهل سأل عمه فقال له: هل أنت يعني تدعي أن محمد كذاب؟ هل تظن أن محمد كذاب؟ قال له: لا، محمد من الصادق الأمين. ولكن يعني شوف، أبو جهل يعلم أنه محمد صادق أمين، ولكن شو المصيبة؟ قال: ولكن صار يتحدث عن قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيناهم الرفادة، سبقونا في الرفادة، رفادة الحجيج والسقاية الحجيج وكذا، وحاولنا نسابقهم دائما، في بيننا وبين عائلتنا وعائلتهم مسابقة في أنه يكرم الحجيج وأنه يسقيهم وأنه كذا، ولكن هسه جايين يقولوا لي واحد منهم نبي، هذه مننا نجيبها؟ بهذا المعنى، أنا مش حافظ النص بس باللغة الفصحى يعني اللي قال، ولكن بهذا المعنى، يعني هم قالوا منا إحنا علينا الرفاد وإحنا قلنا علينا السقاي وهم كذا، هسا جاي يقولوا عنا فينا عنا نبي، إننا نجيب هذا النبي. فهي الأمر أمر حسد، الرغبة في التملك، الرغبة في السيطرة على زمام الأمور في مكة بدون مش إنهم يخضعوا لحكم الله، لأنه الإسلام دين استسلام، الاستسلام لله. ما معنى الإسلام؟ الاستسلام لله بكلك وكلكلك، بكل إرادتك، بكل ما معك من مال من مناصب من كذا، سياستك كلها ده تخضع لله عز وجل. زي ما بعض الناس يقولون: نحن لا نريد إدخال الإسلام في السياسة، ونحن نقول نعم لا نريد إدخال الإسلام بالسياسة، ولكن لا صح، نريد هيمنة الإسلام على السياسة. يعني لا نريد فقط انه بدنا الاسلام هو جزء من جزء سياستكم، يعني تحترموه وحق كل انسان انه يمارس الدين اللي بيحبه، لا لا لا، احنا عندنا الاسلام يهيمن على السياسي، هو الذي يضع التشريع، هو الذي يضع القوانين، هو الذي يبث الخير في الناس ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. كل هذه الامور يندرج تحت الاسلام والاستسلام لله عز وجل. يقول: أهلكت مالا لبدا للصد عن هذا الدين الذي يهددني ويهدد مصيري ويهدد منصبي. ولهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعني كداش بتلاقوا في مؤامرات على الإسلام، كداش بيدفعوا مصاري على الإعلام، شوفوا كداش في ميزانيات تدفع في شهر رمضان على المسلسلات، وأغلب المسلسلات هذه شو مهمتها؟ للأسف هذا لازم نتطرق له، ندمج القرآن بالواقع. زمان بكون مسلسلات ينفقوا عليها من أجل أنهم يبثوا الشهوات، يعني تلاقي المسلسلات فيها تعري، فيها خمور، فيها هذه الأمور الحماسية، بيلعبوا بيدغدغوا في شهوات الناس. مسلسلات رمضان هذا العام تلعب على الشبهات، تلعب على وتر الشبهات وليس على الشهوات، يعني صاروا يبثوا الأمور اللي بتشككك في دينك. يعني في بعض المسلسلات المصرية خاصة بتلقي الشبهات لتشكيك الناس بالفقه الإسلامي ولتشكيك الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مشان إنهم ينكروا الأحاديث لإحلالهم الجو يفسروا القرآن على مزاجهم. في كثير من الشبهات الآن تدس في المسلسلات في قالب الدرامي وقالب هذه الموسيقى الهادئة اللي بتلعب بالمشاعر، ولكن الآن بس مش فقط شهوات وبث الشهوات في المؤمنين، ولكن بث الشبهات لتشكيك الناس بدينه. وشوفوا كداش ميزانيات بيدفعوا من أجل
إنهم يصدوا عن سبيل الله. الله عز وجل يتحداهم، يقول فسينفكونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. شوفوا اليوم بمجرد أحداث قليلة تحصل في الأقصى كل العالم الإسلامي بتوحد، وكأنهم ما عملوا إشي في المسلسلات، وكأنه كل اللي أنفقوه هباء منثورة. مجرد أنه تصير صحوة إسلامية وهالشباب يصحوا ويكون عندهم همة لهذا الدين وتعلق بالمسجد الأقصى وتعلق بالصلاة وتعلق بالقيام وتعلق بالرباط، شوفوا كأنهم عملوا شيء. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. والمعنى الآخر وهو معنى مهم أيضا، هذا الكافر مشان يقول لك ابعد عني دشرني من الإسلام، يقول أنا أهلكت مالا لبدا في سبل الخير، أنا ظنم أنا صح مش مآمن بربنا مش مآمن بيوم القيامة، بس ظني بطعم الفقراء والمساكين ومعي مصاري وبنفقها في سبيل الخير. فهذه نوع من أنواع التفسيرات. فنقول شو مصير الكافر الذي ينفق أمواله في سبل الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجيبنا: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. المؤمن إذا أنفق في الخير الله عز وجل بيجازيه في الدنيا ويجازيه في الآخرة. سئل عن كرم حاتم الطائي فقال: هذا رجل أراد شيئا وأعطاه الله إياه. حاتم الطائي يقال أكرم من حاتم. حاتم الطائي كان كريم جدا، كان معطاء، يعني يضرب به المثل في إكرام الضيف. ولكن شو الهدف من وراء هذا العمل الخير؟ أراد أنه يمدح في عمله للخير، أراد أنه الناس ظلها تعرف عنه هذا الخير، وربنا عز وجل أعطى هذا الأمر. يعني ما كان عنده إيمان بالله ويوم القيامة، ولكن شو ربنا جزاء؟ كان يريد أن الناس تذكروا في الخير، ولليوم الناس تذكروا في الخير ويقال أكرم من حاتم. فالله عز وجل لا يظلم أحد ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول أهلكت مالا لبدا تنصحنيش دشرني من الإسلام. ولهذا يوم القيامة شو مصير حسنة، شو مصير هذه الأعمال الخيرية؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والله عز وجل أيضا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شرط من شروط قبول العمل الصالح الإسلام. يعني ممكن الإنسان يقول طب ليش هذا الإنسان صح كافر ولكن هو مليح؟ بنقول هو مليح فربنا بيعطيها في الدنيا، ولكن الجنة ودخول الجنة لها مفتاح، مفتاحها الإيمان بالله وتوحيد الله اللي هي لا إله إلا الله، والمفتاح له أسنان، شروط اللي هي شروط الإيمان وأركان الإيمان. بدون هذا المفتاح وبالخربطة بهذه الأسنان لن يفتح باب الجنة. يعني من شروط الإيمان أن تؤمن بجميع الرسل. عندك اليهود والنصارى يؤمنون بالله ويؤمنون أن هناك يوم قيامة، ولكن لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالقرآن، فهم لا يؤمنون بركنين من أركان الإيمان اللي هي الإيمان بجميع الرسل والإيمان بجميع الكتب، فإيمانهم ناقص فلا يقبل منهم شيء. وكذلك أيضا لا يؤمنون بالله إيمانا كاملا. روحوا اقرأوا عن صفات الله الموجودة في التوراة والإنجيل. شو يعني داود تصارع مع ربنا وصرعه؟ يعني الله عز وجل ضعيف، سبحان الله عما يقولون. وانظروا إلى إيمانهم بالأنبياء أيضا ليس إيمانا كاملا، يتهمون الأنبياء بالزنا والخداع وكذا، هل هذا إيمان صحيح؟ ولهذا يوم القيامة لا يقبل منهم حتى لو كانوا صالحين في الدنيا. الصلاح له مفتاح، المفتاح التوحيد، الإيمان بالله و القيام بأركان الإيمان جميعا، والإيمان يعني الإيمان بأركان الإسلام جميعا وأركان الإيمان. هذا وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.